على ما يبدو أن لعبة سياسية وأمنية بحجم البلاد ظل لاعبوها الأكثر حظا في الفوز بحصيلة نقاط الفوضى والعبث والتدخل في شأن العراق وبناء مستقبله السياسي. اللعبة بتفاصيلها وصف لتكتيك ونفوذ إيران في العراق والمنطقة، وهي قناعة يؤمن بها الشارع العراقي بعد كل الذي صنعته طهران من تدخل في القرار العراقي، سيما بالتأثير على المشهد الأمني والاقتصادي الذي تمارسه فصائل موالية لطهران. مع هذا كله ثمة سخط شعبي تخشاه إيران بالفعل، سيما الذي تدور رحاه بأصابع نشطاء تشرين الذين يريدون تغيير قواعد اللعبة السياسية إلى لعبة أكثر وطنية لا يربح فيها أحد على حساب العراق ولا يدخل في تفاصيلها سوى العراقيين. اقتصاديا يعتمد العراق بشكل كبير على استيراد الطاقة من إيران الخاضعة لضغط عقوبات اقتصادية أمريكية، كما أنه ثاني مستورد للبضائع الإيرانية، حيث تملأ السيارات إيرانية الصنع شوارع بغداد وغالبية المدن العراقية، فيما تنتشر المنتجات الإيرانية في معظم المراكز التجارية. الاستياء من النفوذ الإيراني بدا واضحا خلال الاحتجاجات الشعبية التي هزت البلاد في تشرين الأول من عام 2019 للمطالبة بإصلاحات سياسية ومحاربة الفساد وتحسين الخدمات في البلاد. الصورة بكل تفاصيلها وألوانها أصبحت متغيرة اليوم بالتقاطة الشعب العراقي للمشهد، ما سيكون تهديدا للنفوذ الإيراني الذي أصبح العراقيون مدركين له ويريدون حقا إعادة العراق إلى استقراره وسيادته وقراره الوطني.